السيدات والسادة أعضاء برلمان الطفل، تتميز التدخلات المرتبطة بالعلاج النفسي بتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية وبظاهرة الوصم المرتبطة بالمرض النفسي والعقلي، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك الإكراهات اللي هي إكراهات في النقص في الموارد البشرية التي تعاني منها منظوماتنا الصحية الوطنية. ورغم ذلك فإن استندت تدابير الاستجابة وتدارك الخصائص الذي قامت بهما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا الشأن إلى أولا استمرار في إحداث مصالح الطب النفسي 30 سرير المدمجة في المستشفيات العامة، أكثر من 20 مصلحة حاليا، وفي أفق تغطية مجموع التراب الوطني باعتبارها من أهم استراتيجيات المعتمدة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ثانيا تقييم منظومة الصحة النفسية في إطار مشروع طموح بدعم من منظمة الصحة العالمية وتقوية الشراكات ذات الصلة، مع إعطاء الأولوية للحلول المستدامة التي تضمن استمرارية خدمات الصحة النفسية على المدى الطويل، ومنها الصحة الرقمية، وتشمل استراتيجية جديدة للتدخل الطبي عبر برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة لزونيتي موبيل إيكيبي بتقنية الاتصال عن بعد، يعني لا ميديكاليزاسيون ا ديستانس فيا انترنت، التي وقعت الاتفاقية المتعلقة بها امام انظار جلالة الملك نصره الله، وهي أداة للتحول والتغيير في مجال الولوج إلى الرعاية الصحية، خاصة بالنسبة للساكنة في المناطق القروية والنائية التي تعاني من خصاص كبير ونقص في التجهيزات العامة. ثانيا خدمات الطب عن بعد، والذي يقدم اليوم كحل من حلول النقص في الموارد البشرية، وكذا في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية، وكذلك تخفيف فاتورة الإنفاق الصحي على المواطن، ويقوم على تقديم استشارات نفسية عبر تطبيقات أو منصات رقمية متاحة على الهواتف المحمولة. تعزيز عدد نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية للقرب من أجل تغطية واسعة للمناطق النائية. الرفع من عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي الذين يتم تكوينهم سنويا. برنامج الصحة النفسية المدرسية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر إطلاق برامج توعوية داخل المدارس لتحسين الصحة النفسية للأطفال، تشمل جلسات للتوعية والتوجيه لمساعدة التلاميذ والأساتذة على فهم أهمية الصحة النفسية وكيفية التعامل مع التحديات النفسية. التعاون مع جمعيات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات التي تقدم برامج توعوية وعلاجية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية في ظروف صعبة، وتساهم هذه الشركات في توفير خدمات ميدانية للتوعية والدعم العلاجي. شكرا سيد الوزير، انتهى الوقت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.